للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، كلمة هامة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة الأورو إفريقية، كيف قرأت أبرز ما جاء فيها خاصة فيما يخص جائحة كورونا ولقاحات وتصنيعها؟ لا شك أن هذه القمة اكتسبت أهمية كبيرة لأنها اتخذت مجموعة من الخطوات في اتجاه تحقيق شراكة حقيقية قائمة على أرض الواقع بين أوروبا والقارة الأفريقية، ويتمثل هذا بشكل خاص فيما يتعلق بمواجهة تحديات جائحة كورونا. مشاركة مصر أو اختيار مصر ضمن مجموعة الدول التي سيتم توفير تكنولوجيا إنتاج اللقاحات، أعتقد هذا اختيار يؤكد على مدى ما تتمتع به مصر من إمكانيات واستعداد لتصنيع هذه اللقاحات وتوفيرها بشكل مباشر إلى الدول الأفريقية من خلال تلك المشاركة، وأيضا دعوة مصر إلى توفير التمويل اللازم ودور دولي أكثر إيجابية في هذا الصدد، أعتقد أنه أيضا إضافة لرؤية مصر فيما يتعلق بتحقيق هذه الشراكة على أرض الواقع. جائحة كورونا لا شك تشكل تحديا خطيرا في القارة الأفريقية، فهي الأكثر تضررا من الجائحة وتحتاج إلى مثل هذه الشراكة سواء في إنتاج اللقاحات أو في توزيعها بشكل عادل، أيضا في توفير التمويل اللازم على النحو الذي يمكن القارة الأفريقية من مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يؤثر بلا شك على عملية التنمية وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل سلبي، ويحتاج إلى معالجته بشكل إيجابي وبناء، ليس فقط من خلال علاقات ثنائية وإنما أيضا من خلال العلاقات على مستوى القارة وعلى مستوى القارات الأخرى، وأقصد بذلك تعاون إقليمي نعم. ودولي. لكن سعادة السفير، مصر ضمن 6 دول إفريقية اختارتها منظمة الصحة العالمية لتكنولوجيا تصنيع اللقاحات، ماذا يعني هذا الأمر إذن؟ يعني هذا الأمر أن مصر في واقع الأمر اطلعت بدور محوري في مواجهة تحدي جائحة كورونا على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى القارة، باعتبار أنها يعني استبقت هذا التعاون الذي نتحدث عنه الآن بين الجانبين، استبقت هذا الأمر وقامت بالفعل في إطار تحديث البنية التحتية أو البنية الصحية في بعض دول القارة، وأيضا في بناء القدرات، وأيضا في توفير لقاحات لبعض الدول الأفريقية من خلال بعثات طبية تم إرسالها إلى القارة الأفريقية. وأيضا البنية التحتية في مصر أصبحت متوفر لديها الإمكانيات لتصنيع اللقاحات وتوفيرها بشكل عاجل، وسيادة الرئيس تحدث وأشار أن البنية الصحية والتصنيعية في مصر وصلت إلى المرحلة التي يمكنها من إنتاج اللقاحات وتوفير هذا الدعم وتقديمها إلى القارة الأفريقية. ومن هنا جاء اختيار مصر كإحدى الدول الست التي سيتم دعمها من خلال توفير التكنولوجيا المطلوبة لهذا الغرض. نعم، هذا فيما يخص القطاع الصحي وجائحة كورونا، لكن ربما ما طغى على هذه القمة وكان أيضا حريص عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي العدالة ما بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية، عدالة في كل شيء سواء في المستوى الاقتصادي، في تمكين شعوب القارة الإفريقية، في التقليل من سلبيات التغير المناخي، في العدالة الاجتماعية داخل الدول الإفريقية. لا شك أن هذا الأمر كما تفضلت يشير إلى الجانب الاقتصادي بصفة خاصة، وأيضا فيما يتعلق بتوفير الدعم من خلال المساعدات الاقتصادية بشكل عادل أيضا. يعني نحن نعلم أيضا في موضوع المناخ، القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من المناخ والأقل تسببا فيه، وأيضا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ما تتلقاه القارة الأفريقية من قبل من مساعدات ودعم، هناك نوع من التوفير هذه القروض والمساعدات بشكل ليس متوازنا، بعكس ما نراه من المساعدات
التي ترد من الصين ودول أخرى إلى القارة الأفريقية. من هنا جاءت فكرة العدالة، عدالة في التوزيع سواء في الجانب الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بموضوعات الملاك، سواء فيما يتعلق بموضوعات الجانب الاجتماعي وجائحة كورونا. على سبيل المثال يعني القارة الأفريقية بتتحمل ما يقرب أكثر من 40% من الناتج المحلي، إجمالي الناتج المحلي كأعباء للديون. أيضا على القارة الأفريقية هناك ما يقرب من حوالي 700 مليار دولار عبارة عن ديون على دول القارة الأفريقية. نعم. كل هذه الأمور بتطلب نوعا من العدالة في التعامل مع القارة الأفريقية في المجالات التي أشرنا إليها، سواء مجال المناخ أو المجال الاجتماعي الخاص بالصحة أو المجال الاقتصادي الخاص بعملية التنمية المستدامة. ونحن هنا نشير إلى أن القارة الأوروبية في هذه القمة خصصت ما يقرب من حوالي أو أكثر من حوالي 170 مليار دولار تقدمها كمساعدات للدول الأفريقية في خلال 3 أو 4 سنوات القادمة، وهو أمر يؤكد أن الشراكة التي تسعى إليها القارة الأفريقية مع الدول الأوروبية يجب أن تكون شراكة حقيقية قائمة على العدالة وعلى إعادة النظر في كيفية توجيه الاستثمارات، وخاصة في قطاعات الموارد البشرية. نعم. والصحة والتعليم والثقافة، باعتبار أنهما أساس عملية التنمية المستدامة في إطار برنامج 2030 الخاص بالأمم المتحدة، والمرتبط أيضا ببرنامج الاتحاد الأفريقي 2063. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق.